بينا معكم في برنامجكم المحبوب والمعتاد الو شيف. نعيد عليكم بيان سور لاني ما عيتش عليكم، ما شفتكمش لا قبل العيد لا مور العيد، لكني درت خدمت شويه في صباح الشروق في العيد، صح كاين بزاف اللي ما شافوش هذيك ليميسيون. نقول لكم صحه عيدكم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، كل عام وانتم حيين ان شاء الله، العيد كل عام يجي يلقانا بخير ومن المؤمن ان شاء الله يا ربي. ولي برك نشوف لا كنت عفوا يا غوسات تاع اللحم كامل يحبوا لها كاكات، نقتلها النار ونخليها. قلت لكم شنو هو سؤال هم يقولوا لي سؤال عندي بزاف ما خدمتش الو شيف، نسيت اليوم راني وحدي، توحشت اكرام، توحشت سميه، توحشت كامل لامبيونس، توحشت الاتصالات تاعكم بيان سور، لي الرقم يجوز اسفل الشاشه. سؤال بدي يعطوه لي اللي تربحوا به 5000 دينار ياك، 500000 من عند الواحه للتسوق. لي سبونسور عندنا كالعاده الوجدان والواحه للتسوق، عندنا جول سيسال هذا لو بان تاعو تاع لي ساندويتش لي يليق وقته، انا بوغ موا وقته هذا الخبز. الوجدان بانواعها الاربعه، باتا كلاسي، نوازيت، شوكولا نواغ بالحليب وبيضاء، وعندنا لي شوكولا اتارتيني غوتيلا بأذواقها ثلاثة تاني، بلا ما نساو عسل الوجدان. عندنا قوتي لا شوكولاتة بيضاء سوداء وبالحليب دوق بندق بيان سور. عندنا عسل الوجدان ولي شوكولا هادوك قوتي لا اللي نقدروا نستعملوهم في لي ديسير ديالنا، ولا كوم نستعملوهم في لي ديسير كوم نقدروا نستعملوهم في لي غاتو. هذه هي، ما ننساوش إفري اللي ما يخطيناش، الماء ضروري في هاد السخانة، ولي جو تاعنا لهنايا يفروي بأذواقهم، ما باليش كاين أربعة ولا خمسة. ألوغ مازلنا في الوصفة تاع العيد الكبير إيتو، اللحم كاين الناس اللي ما تطيبش اللحم جوستمون العيد تخبيه إيتو، تحوسو على وصفات هكا خفيفة ظريفة تاع اللحم. أنا حندي لكم لهنايا اللحم تاع المردومة، المردومة كامل نحبو ناكلوها برا لأنو عندها عفسة سبيسيال طيب فيها، وتحب الوقت وتحب الجمر وتحب هكا عفايس. حنا حنعطولكم أسيوس للناس اللي مخبيه هكا شوية تاع اللحم، نعطولكم أسيوس باش ديروها في الدار يجي بنا هداك اللحم. اللحم هذا اللي نحبوه برا تاع المردومة ولا تاع الطنجية ولا أي هذا عفايس اللي يطيبوا في الطين ولا في الفحم ولا على الجمر، ولا علاش يجوبنا؟ لأنهم يطيبوا مدة طويلة، كاين اللي يطيبوهم 7 سوايع، كاين اللي الكامل. كيما هذه طنجية يديروها في طنجرة هكا تاع قلة تاع الطين عفوا، ويخلوها تبات ليله كامله. قولوا لي كيفاش ما يجيش هكاك اللحم بنين، قد ما يطيب فيه غردو على الجمر ولا على الفحم، ولا قد ما اللحم هذاك يجي بنين. دونك السر تاع هاد اللحوم ولا هاد الوصفات انهم يدوا بزاف الوقت. قلت لكم اليوم حنديروا هذه المردومه باللحم، لكن حنديروها حنا في لاكوكوت لي، دونك ما تخافوش سما في الدار كوكوت تقدروا ديروا هاد لو بلا. حنا رفقات المردومه تاعي بطاطا صوتي لهنايا، ماشي فخيت وماشي بطاطا في الفوغ اللي مرفا نديرهم معاكم، لانه كامل نعرفو نديرو لي فخيت. هذوك لي بوتيتو اللي مرفا نديرهم في الفوغ كامل نعرفو نديروهم. وحنا نرافق هاد اللحم تاعي بالروز لهنايا. الوغ ملي نشوف اللحم فيجي درجه لهنا، لا كنت سمعوا فيا اللحم برك لو في الفريجيدار يعطوه لي برك. لهنا واش عندي؟ نسحق قطع تاع اللحم غلمي، تحبوا جيكو كنت تقدروا ديروها بالبقري، تحبوا جيكو تحبوا الكتف، هي باش ما تشدش الوقت بزاف نديروا الكتف، لكن اللي عنده جيكو يقدر يديرها بلي مخصو تاع جيكو، انا حنديرها بلي مخصو تاع جيكو. لهنايا واش عندي؟ عندي لي زيبيس، نسحق لهنايا الزيت، كميه من الزيت، نسحق خل ابيض، فلفل اسود، نسحق لهنا توابل تاع اللحم بون، هادو تاع البطاطا باش ما نحطوهمش، نسحق لهنا الثوم، نسحق كمية تاع الثوم غابي واحد زوج سنينات ولا ثلاثة، ونسحق كم هكا ريسان ماشي مسكربجين. فوالا قلت لكم لهنا عندي دي مخصو تاع اللحم تاع جيكو، نتوما يرجع ليكم الاختيار، تحبوا الهبرة، تحبوا البقري، تحبوا غلمي، تحبوا من الكتف. قلت لكم هي من الكتف مليح لانه الكتف يطيب ما يشدش الوقت كيما جيكو. لهنا عندي دي مخصو على حسب افراد العائله، سنينات تاع ثوم، انا لهنا درت 3 سنينات تاع ثوم، وشوفوا لهنا شحال عندي، 3 6 ريسان صغيورين، نخليهم هكا كاملين باش نديرهم من الفوق.
لهنايا واش نسحق؟ نسحق فلفل كحل، شويه خل ابيض، وكميه تاع الزيت، وعندي تابل تاع اللحم، وعندي لهنايا الكمون. حنخدم اون مارينات. لهنايا اللحم المفور ولا اللحم هكا في الفوغ ولا ما يحبش لي زيبيس بزاف. لو كان ندير له لي زيبيس بزاف راني حنقتل لا سافور تاع اللحم هذيك. فوالا دونك واش ندير انا اللحم؟ جو بريفير ندير له ملح فلفل الكحل. جو بريفير نقدر نزيد له هكا شويه كمون، حاجه اللي تعزز له الذوق ماشي اللي تطغى على الذوق تاعو وتنحي لنا كامل هذاك الفيتامين تاع اللحم. دونك لهنايا واش ندير؟ حنخدم لهنايا هذيك لا ماريناد. واش فيها؟ فيها حبه تاع البصل، كميه من لاموتارد. لاموتارد اللي ما يحبهاش يقدر يستغنى عليها، لكن هي حتعزز لنا الذوق. فوالا كمون، كميه هكا مليحه تاع كمون. ما نديرش داك ليكسي تاع الكمون ولا تاع لي زيبيس حتى يروح لي كامل الذوق تاع اللحم. عندي الثوم، الوغ لهنا واش عندي؟ عندي حبه بصل، ثلاثة سنينه تاع الثوم، الكمون، فلفل الكحل. فوالا نجيب لهنا لا كوكوت لانه نسحقوا لا كوكوت. فوالا شوفوا انا لهنايا هذا اللحم يطول في الطياب، خدمته درته يطيب باش نوريلكم الريزولتا تاعو فينال، لانه يشد الوقت في طياب ساعه ونص، ساعه ساعه وربع. سا ديبون اللحم تاعكم صغير مقطع خشين، سا ديبون درتو اللحم بقري. دونك انا راح نوريلكم كامل لي زيتاب، لكن انا درته ديجا يطيب. واش عندي لهنايا؟ حبه بصل، ثلاثة سنينات تاع الثوم، فوالا، وندير كميه تاع الزيت. لهنا الزيت ديرو على حساب اللحم تاعكم، مشحم ماشي مشحم، تقدروا تروحوا حتى 3 ملاعق ولا 4، ليسونسييل باش هاد لا مارينات تمشي لنا. فوالا شويه تاع فلفل عكري، شويه فقط ما نخسرش الذوق تاع اللحم، ومانيش راح نسحق اون صوص غوج لهنا باش نكثر له العكري. حبه بصل، ثلاثة سنينه ثوم، لاموتارد ملعقه ولا ملعقه ونص. لاموتارد حتعزز لنا الذوق تاع اللحم ديالنا، تحبوا تستغناو عليها تستغناو عليها. ملح، فلفل كحل، وكمون. واش حندير؟ حندير نص ملعقه صغيره تاع خل ابيض. واش حيدير؟ حيعاون لي اللحم باش يطيب لي ليه ليه. فوالا والملح بيان سور، الملح لهنا ديروا كميه مليحه حتى تحسوا لا مارينا تاعكم اي بنينه وملحة، لانه الملح هو السر تاع البنه تاع اللحم. لو كان اللحم يطيب مسوس ما راهوش رايح يجينا بنين. فوالا بحر الكوزينه تاعي ما لقيتش الملح. ناخذ اول اتصال. الو الو، مساء الخير. مساء الورد، وش راكي؟ لاباس الحمد لله. شاكي ناديه؟ لاباس الحمد لله. وانت يا بخير؟ الحمد لله. صحه عيدك. يعيشك، عيدك بالصحه، كل عام وانت بخير. الله يسلمك، كل عام وانت بخير، ميمتك بخير ان شاء الله يا ربي في حياتكم. الله يسلمك. يسلمك يسلمك. شكرا. اكي وحدك؟ شفتي خلوني وحدي. خلاوك خلاوك. معليش انا معاك. نعم قلت لك معليش انا معاك. يسلمك، ربي يحفظك. يعيشك. الله يسلمك. يسلمك يسلمك. قولي يعطيك الصحة وشاكي تواسي. يعيشك. يسلمك. يسلمك. صحة. خصنا غير شوية قارة هذاك اللي ما تجيناش ديها من عندك. انتوما حبيتوش تجي. نعم عندك دائما انتوما ما حبيتوش تجيو. شفتي والله ما كاش الوقت. انايا كي نهضر مع نيفين تقول لي والقارص مازال؟ قول لها مازال القارص. نادية تقول لي مازال القارص؟ قول لها مازال. شفتي شجرة ولا راهي معمرة؟ الله يبارك. يعيشك، ربي يحفظك، يكثر خيرك. الله يسلمك. 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 يعيشك، شكرا. يسلمك. نادية داك انا قلت لك على واش ما حبيت، ماشي الحلق وما حلوت بالترك. واش حبيتي؟ حلوت بالترك. كنت درتها العام اللي فات ديجا. ايه ولا ما شفتها ولا ما عنديش الفيسبوك باش ندخل نشوف. شوفي غدوة نكتب لي زانغريديون تاعها ونقراهم لك. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يعطيك ما تمنى. ان شاء الله ويعطيك الصحة. يعيشك، شكرا. وسلم على فاميلتي كامل وحبابي، وسلم على خالتي في لامونتان،
طوما نقولها صحه عيدك كل عام وانت بخير. يسلمك ان شاء الله يكونوا يسمعوا في اتصال. الله يسلمك ويعطيك الصحه ناديه. سلمي علينا. ايمانك يعيشك. سميه ولا اكرام؟ يوصل ان شاء الله. هيا بسلامه. ربي يحفظك. سلامه. يوم نختنموا الفرصة نتمنوا النجاح للكامل طلاب البكالوريا. بقات ساعتين يا ربي ونسمعوا ان شاء الله زغاريد في كل بيت ان شاء الله يا ربي. الناس كام راهي بالسخاف لاستخاس لي زيلاب. معليش دوكا ماشي وقت استخاس لي مرض روحو ولا كما يقولوا كالم. وان شاء الله اللي يخدمها ويلقى النتيجه. مام كاين ناس تخدم وما تلقاش نتيجه. معليش الواحد يعاود ماشي يروح يقتل روحو ولا يمرض روحو. هذا صح امتحان صعب ونروحوا به من مرحله لمرحله، لكن ماشي ونوصلوا روحنا يا نقتلوا روحنا يا نمرضوا والدينا ولا نمرضوا حنايا اون ميم طون على جال هاد لي ريزولتا. حنا اللي ما جوزناش عندنا غير فاميلاتنا جوزوا رانا بستخاس معاهم. خليك يا اللي جوزوا ولادهم هما الباك نتمنى لهم النجاح وان شاء الله تفرحونا كامل اللي عندهم جوزوا الباك. نولوا لا ماريناد ديالنا فيها البصل، حبه بصل ماشي لازم تكون حبه كبيره ولا كرفشتها. درت كميه تاع الزيت سا ديبون لا ماريناد شحال عندي اللحم وسا ديبون اللحم تاعي لا مشحم ولا لا. انا شفتو لا بليبار تاع الشحم اللي كان صاير داير به نحيتو. الوغ درت البصل، ثلاثه سنينات تاع الثوم، الزيت، شويه تاع كري، كمون، فلفل كحل، وحندير تابل تاع اللحم. قلت لكم انا اللحم ما نحبش نديرلو بزاف لي زيبيس باش تقعد هذيك البنه ديالو، لانه اللحم في طبعه بنين دونك سي فلا فين نخسرولو لوغو. ماشي كيما يكون عندنا الدجاج نديرولو بزاف لي زيبيس. لهنا هاد التوابل خاصه باللحم، تحبوا ديروها تحبوا تستغناو عليها، ديروا غير ملح فلفل كحل وكمون. هالا ندير كميه مليحه على حسب اللحم اللي عندي. قلت لكم اللحم فور ولا هكا محمر، انا جو بريفيري يقعد غير توم موتارد ملح فلفل كحل باش تقعد لكم هذيك لا سافور تاع اللحم. درنا لهنا شويه تاع الزيت. نحاول تاع الملح. كاش جارتنا تلفنا الملح. فوالا هاد لا ماريناد بعد ما ديروا لها الملح تخدموها هكا بالبغا باش تولي لكم ليكيد باش تدخل لكم مليح في اللحم ديالكم. نحاول ندخل هذوك لي زيبيس مليح في هذاك البصل اون ميم طون نزيد نميكسي هذاك البصل مليح باش تولي لي ليكيد. البصل كي نميكسيه مليح واش حيصرى؟ حيطلق الماء ديالو دونك راهي رايحه لا ماريناد تاعي تولي لي ليكيد. فوالا لا موتارد درت ملعقه، تقدروا تستغناو عليها تقدروا تزيدوا، ماهيش راح تخسر الكو تاع اللحم او كونترير اللحم يحب لا موتارد. نحاول نخدمها حتى يترحى مليح هذاك البصل اللي يولي ليكيد شويه. فوالا هاي ديك لاماريد عفوا لاماريناد اللي نتحصل عليها. ندير كميه مليحه تاع الملح قلت لكم باش اللحم ما يجينيش صامت. فوالا ناخذوا اتصال ونكمل نفهمكم لي زيتاب اللي جايين. الو 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 مساء الخير. مساء النور، شراكي لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. انتي لاباس؟ الحمد لله يا ربي. سؤال عليكم. والله الحمد لله وجزاه الحمد يا ربي. قولي لي شكون ومن اين؟ معك حنان من سكيكدا. حنان من سكيكدا، مرحبا بك حنان. ما تعرضيناش نجوك سكيكدا. ربي يسلمك يعيشك. ما تعرضيناش نجوك سكيكدا. مرحبا مرحبا يعيشك. ترحب بك الجنه. شوفوا هنا عندنا باس سكيكدا القاله غير عيطولي. مرحبا مرحبا يعيشك. ترحب بك الجنه ان شاء الله. اكي منوره ساسه تهبري الله يبارك. يعيشك يسلمك حبيبتي. وصفتك هايلين وعيط نقول لك بارك الله فيك. بارك فيك. قولي لك شنو كي حابه كاش وصفات هكا تاع كيما شويه لحم قعد لك هكا في كونجيلاتور ولا؟
والله كاين غير هو. هاي خلاص انا مخبيت لكم هكا شويه وصفات تاع اللحم. على بالك والله عندي واحد الخوازون وانا نعيط اليوم وين شديت. هاي الحمد لله صافي انا سعيده لحد كي حكمتيني اليوم. الحمد لله. الحمد لله. والله عيطت نشكرك هذا معك. شكرا حبيبتي ربي يحفظك يعطيك الصحة. في الأمان. يعيشك. شكرا حبيبتي يعطيك الصحة على الاتصال. صح في الأمان. لا ما شكرا. صح. مرور رائع يعطيها الصحة. لهنا يشوفوا درت زوج سنينات ولا ثلاثة في لاماغينات هادوني حنديرهم هكا خمسة سنينات ربعة ما يهمش نديرهم هكا يدو شوية البنة تاع لي زيبيس والملح هيتو ومن بعد نجيب اللحم ديالي نحقها في الكويسون نسحق الالومنيوم ونبدا نماغيني في اللحم ديالي. لهنايا هذيك لي تاب لي درتها بالبغا ماشي لازمه تقدروا ديروا في الغوبو ولا كاين اللي ما عندهمش لو بغا هذاك ميكسور تقدروا هذيك لا مارينات بعد ما تخدموها ترجعوها في الروبو وترحوها ايسونسييل البصل يزيد يولي لي ليكيد ولا مارينات شغل تمشي لي باش هذاك اللحم يتشربها لي لانه مع الوليله شفتوها كي سكرفشت البصل كانت ثقيله ماهيش راح تمشي لكم وتدخل في اللحم لكن كي تكون هكا ليكيد اللحم يجي بزاف بنين بها. اللحم علاش ما نحبوش نديرو هكا محمر ولا لانه الطبقه الفوقانيه طيب وتجي مالحه وبنينه والدخلاني تحسوك تاكلو في طبقه سانطا لانه لا ماريناد ما تدخلوش فوالا والسر تاع اللحم لازم يجي مالح باش يجي بنين. نجيب لهنا الباتي كويسه فوالا نسحق لهنا الباتي كويسه على حسب القطع تاع اللحم اللي عندي ندير الماء يغلي باش ندير هذيك البطاطا صوتي طيب نربح الوقت شويه ونعاود نولي لهذاك اللحم. لهنايا هاد لاغوسيت تقدروا ديروها ثاني بالدجاج وشنو هذوك التوابل تاع اللحم ديروهم بتوابل الدجاج ماشي لازم ديروها باللحم. انا علاش درت لكم هاد الوصفات اليوم باللحم لانه ما درنا لكمش وصفات خاصه بزاف بالعيد ولا بليبار تاع الناس ما طيبش لي شغل مور العيد ما نقدروش بزاف ناكلو اللحم ايتو لا بليبار تلقاو خباو هذوك الطريفات ديرهم في كونجيلاتور باش ياكلوهم بعد حندير لكم زوج وصفات ولا ثلاثه هكا تستفادوا منهم ان شاء الله. قلت لكم تقدروا ديروها بالدجاج تجي بزاف بنينه وشنو تاع الدجاج ما تطولش يا ربي 25 دقيقه يكون طاب الدجاج على عكس اللحم يشد من ساعه ونص حتى لزوج سوايع سا ديبا كيما انا اللحم تاعي طيبت ديجا به على بالي باللي طياب كيما يقولوا صغير دونك يشد لي واحد ساعه ساعه وربع ساعه وعشرين دقيقه وقد ما تنقصوا له وتعطوا له الوقت قد ما تجيكم هذه الوصفه بنينه. قلت لكم الماكلات اللي نحبوهم برا تاع المردومه ولا هاد العفايس طايبين بيان سور على الجمر طايبين مده طويله على بها يجي هذاك اللحم بنين دونك نتوما في الدار تحبوا تحصلوا على هذيك النتيجه وبالمردومه شغل ما تلقاوهاش وين تروحوا نيمبورت ريستورون تقدروا تاكلوها شغل لازم ديبلاسيو منا ولا منا باش تقدروا تاكلوها وكامل يعجبنا لوكو تاعها الوغ حبيت نديرها لكم هكا بعفايس قلال كوكوطه في الدار شويه لحم وانتوما درتوها برك اعطوا لها وقتها ماشي ساعه ونمرق لها داك اللحم ومن بعد نقول جاني شغل جواز نو طيب في غرضها انا لهنا راهي عندها ساعه وشويه ملي راهي طيب على نار قليله وتخلوها طيب. لهنا واش ندير نجيب اللحم ديالي نحاول نماغينيه هنا تكونوا وجدتوا هكا البابي كويسه مع الاول تماغيني وهكا فوالا قلتكم لا ماغينه تخدموا على حساب الاطراف تاع اللحم اللي عندكم فوالا الى عندكم الوقت تقدروا هكا تخدموه ديروه في هاد لا ماغينات وتخلوه ليله كامله ولا نص نهار ولا ومن بعد باش طيبوه يجي بزاف بنين اللحم قد ما يتمارينا قد ما يجي بنين. كنت زدت له ديك الملعقه تاع الخل الابيض واحد نص ملعقه ما راهيش راح تبان ولا تخسر الكو او كونترير حتساعد لنا في الطياب يجي اللحم طري. واش ندير هنايا نجيب الموز نحي هذه من هنا تقدروا تشوفوا لي زيتات ونبدا ندير هكا ثقوب في اللحم ديالي نحاول نثقبوا غير هكا من الفوق باش هذيك لا مارينات انا ننتقب وهي راهي تدخل لي في اللحم فوالا نقلبها ونزيد ثاني ندير ثقوب من الجهه الاخرى. هذوك سنينات تاع الثوم اللي خليتهم نحاول نديرهم في هاد الطريفات تاع اللحم من الفوق فوالا هكا
كان لا مارينات او موا تدخلنا واللحم يتشرب الملح. قلت لكم لا عندكم الوقت خلوه يتمارينا وقت اطول يجي بزاف البنين. فوالا نجيب هذاك الثوم سنينات اللي قلت لكم نخلوهم هكا، نحاول ندخلهم في هذوك الثوقوب ولا نخليهم غير هكا من الفوق. فوالا علاش قلت لكم خيروا سنينات صغار باش تقدروا توزعوهم كامل منا. ناخذوا اتصال ونكملوا الوصفه ديالنا. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. سلام واش راكي لاباس؟ هاي لاباس كركم الحمد لله وانت بخير؟ لاباس الحمد لله. انتوما كركم غايه؟ والله لاباس نسقسوا عليكم. يسلمك صحيتك شكرا على الوصفات اللي كنت تقدموهم. بلا جميل حبيبتي هذا الواجب ديالنا. يعطيكم الصحه راكم منورين الشاشه. يعيشك هذا نوركم عزيزتي. ما قلتيليش منين؟ معكم مريم من سيدي بلعباس. رفعي لي شويه صوتك من فضلك. معكم مريم من سيدي بلعباس. شوفي سيدي بلعباس سمعتها صار الاسم ما سمعتوش. مريم واه عاشت الاسامي. يسلمك صحيتي. يسلمك. تحيه لامي وابي بغيت نوجههم تحيه. تحياتنا ليهم. ولاخواتي. نعم. واخوتي ثاني خواتاتي. ربي يحفظهم ان شاء الله. بغيت نطلبكم على واحد الوصفه. من فضلك رفعي لي برك صوتك مانيش نسمع فيك. بغيت نطلبكم على واحد الوصفه. وشنو هي؟ اللي هي هذاك الكاطو تاع الفروي. الكاطو تاع مش؟ تاع هذاك تاع الفروي اللي جا على شكل التفاح وكاع. لي فخوي حبيتي؟ واه كاطو هذاك. ان شاء الله احنا كنا درناهم هذوك المغلفين لي فخوي مغلفين بالشوكولا بصح نزيد ندير لكم لي فخوي ان شاء الله. اييه شكرا صحيتي ربي يحفظك. لا جميل حبيبتي يعطيك الصحة على الاتصال. شكرا نشكركم على الشروق ديالي على استقبال المكالمة خاطرش تعرفي في شحال وانا غير نسيي باش ندير هذه المكالمة واخيرا حكمتكم. الحمد لله اللي حكمتونا احنا سعداء بهذه الاتصالات. شكرا ربي يحفظك يعطيك الصحة. بسلامة شكرا. لي فخوي راهم وقتهم العراس راهم جايين مناسبات ان شاء الله لي ريزولتا تاع الباك يكونوا ايجابيين كما يقولوا. نديروا لكم هكا شويه كاطو باش ديروا بها من الحفلات. فوالا نحاول شوفوا هاد لا ماريناد نمشي ندير غير شويه. شفتوني غطست اللحم كامل صاير داير ومن بعد نحاول ندير كميه مليحه تاع نحاول ندخل هذاك الثوم هنايا كميه مليحه تاع لا ماريناد. راكم تشوفوا درت من التحت وزدت من الفوق علاش هاد لا ماريناد ومن بعد هي حتولي تطلق الماء لهاد اللحم باش يطيب لنا. واش ندير؟ نجيب قطع تاع زبده ونحط فوقه من الفوق لهنا زبده ماشي مارغارين. علاش درت زبده؟ حتمد لي ذوق رائع. ما عندكم زبده تقدروا ديروا مارغارين كون تقدروا تستغناو كامل عليها لان الوصفه فيها ديجا الزيت واللحم فيه شويه شحم راهو رايح يطيب لنا تري بيان. فوالا لكن البنه تاع الزبده راهي راح تمد اختلاف للوصف. فوالا لهنا كي تقطعوا اللحم حاولوا تقطعوهم لي بيسور تكون كيف كيما راكم تشوفوا تاعي باش كي يطيبوا كيف ماشي قطعه طيب لي وقطعه لا. فوالا نجيب البابي هنايا ونحاول نغلق على هذه الاطراف تاع اللحم. حاولوا تغلقوا عليه مليح وغلقوهم هكا ماشي نكرفسوا لهم البابي ولا بون ماشي غير هذه الغلقه لانه حنغلقهم دو ولا تخوا فوا ونزيد عليهم الالومنيوم لانه الالومنيوم ما نقدروش نديروه ديريكتومون على اللحم لانه ما راهوش صحي. لكن هذا ورق طبخ نقدروا يكون اون كونتاكت ديريكت مع اللحم. فوالا نزيد نجيب بابي كويسون نحاول ندير زوج طبقات ولا ثلاثه تاع البابي كويس. هاد الطريقه تقدروا ثاني تفوروه ديروا قدره كسكس وديروا اللحم تاعكم يفور يجي بزاف بنين لكن انا حندير هاد الطريقه تقعد البنه اكثر. فوالا نجيب هاد اللحم اللي غلفتو نعاود نغلفو مره ثانيه. هذيك الغلقه انا نديرها من تحت باش نضمن باللي ما حش تخرج لي هذيك لا مارينات في الطياب. تقدروا ديروا هاد البابي جوج خطات ولا ثلاثه. انا حندير جوج مرات لاني غلقته مليح مانيش راحة نخاف عليه. نزيد نغلق هاد القطعه الثانيه وفي البطاطا نديروها طيب. لهنا عندي كميه تاع البطاطا مقطعه بتيدي ماشي بتي وماشي كغان. شوفي
اونفا انتم تحكموا في ال... انا تعجبني كي تجي هكا ماشي صغيره حتى تطيح وماشي هذيك الكبيره باش من بعد كي نصوتي وها يجي الشكل تاعها شباب. عندي لهنا كيلو بطاطا ندير له الماء لهنا ما تحقاش طايبه كامل نص طياب ونحيها غير يدخلها طياب ما خليهاش تتحرحر لانه مش حنرحيها حنديرها صوتي لو كان طيب لي بزاف راهي رايحه تتحرحر لي ما نقدرش نصوتيها. ندير ماء وملح ونخليها تطيب. تحبوا النكهه تاع البطاطا هذه تجيكم بنينه تقدروا تزيدوا لها وريقه تاع الرند وشويه زعتر يغلو معاها حتم الذوق رائع. ميم لا بيغي كي ديروها تقدروا ديروا لها وريقه تاع الرند تغلي معاها تمد لها رائحه مليحه. ندير الملح لهنا باش البطاطا ما تجينيش مسوسه بيان فوالا. نكمل نغلق على الحم ديالي غلقه نديرها من الماء باش نضمن بلي ما يتحلش. شوفوا هو ما راهوش رايح يتحل لانه حيطيب على نار قليله بصح حنا نحاولوا ندوبليو البابي احسن فوالا. واش ندير نجيب الالومنيوم كملت مع البابي كويسه ونجيب الالومنيوم ونزيد نغلف البابي ديالي ثاني زوج مرات نديرهم هكا جوغ انفلوب باش نضمن ما يدخلهمش الماء ويطيبوا في البخار ديالهم لداخل وهذوك لي زيتيس يقعدوا لداخل. شوفوا الغلقه هذه غلقتها هنا للفوق نعاود نغلق عليها بالالومنيوم كما راكو شوفوا فوالا. هكا ونحطهم دوك نوري لكم الطريقه كيفاش نديروهم يطيبوا فوالا. ما ديروش الالومنيوم ديريكت لانه مضر جدا بالصحه. شرو بابي كويسون السعر تاعو ما راهوش غالي وناكلو حاجه صحيه احسن. الغلقه هذه اللي من الفوق نعاود نغلق عليها هكا بالبابي كويس باش يجيني هاد اللحم بزاف بنين مردوم تاع الصح ما عندوش من يطلع عليه الضوء. فوالا هكا كي غلقت عليه الدنيا دوك نقول لكم الطريقه كيفاش نديروه يطيب. لهنايا هاد لي مورسو تاع اللحم تقدروا تزيدوا معاهم دي ترونش تاع الطماطم ولا دي ترونش تاع البصل ولا دي ترونش تاع بطاطا حيزيدوا لهم في الذوق ويزيد يجيكم اللحم مشمخ ما يجيش ناشف لانه الخضره تطلق شويه الماء. هالا لهنا واش نديروا نجيبوا ان كوكوت. انا قلت لكم درتو ديجا يطيب لانه يشد الوقت في الطياب حبيتكم تشوفوا الريزولتا ما حبيتكمش تشوفوا خضر حبيتكم تشوفوا كيفاش يطيب تري تري بيان. لهنايا عندي اون كوكوت واش ندير لها ندير لها حوالي واحد الكاس ماء فوالا ماشي كميه كاس برك يكفي لانه حطيب على نار قليله وعلى نص ساعه ولا 40 دقيقه نعاود نطلع عليها الا شفت هذاك الماء نشف لي نديرو نزيد شويه ماء واحد اخر. لهنايا الماء علاش نديروه باش الكوكوطه تصفرنا لانه لو كان ما نديروش الماء الكوكوطه تاعنا ما راهيش رايحه تصفر. واش ندير نحكم القطعه تاع اللحم تاعي ونحطها كميه قليله تاع الماء ما حاش تدخلنا اللحم ما تخافوش عليه ونديرها باش تصفر لي لاكوكوط ما باش نحي داك الدونجي تاع ما درتش الماء كامل في لاكوكوط. نديرها هكا ونغلق عليها فوالا. نغلق مليح على لاكوكوط نشعل عليها النار نشعل عليها نار قويه تكون فاهمكم نشعل عليها نورمال نار قويه واحد الخمس دقائق هذاك الماء حيغلي كي يغلي هذاك الماء تولي تصفر لي لاكوكوط. نتوما تسمعوها تصفر تروحوا تنقصوا لها كامل النار. شوفوا لهنا انا مطيبتها على نار قليله وشوفوا الفرن اللي راني مطيبتها فيه ما تشوفوهاش كامل باللي النار شاعله تالمو نار قليله غير تصفر لاكوكوط تنقصوا للنار وتخلوها طيب واحد النص ساعه تروحوا تفيريفيو تحلوا ان باكي غير من الفوق هكا بالعقل تدخلوا الموس الا كان مخصوص طياب الا لما نشف ولا تقدروا تزيدوه لكن بعد ما تصفر تنقصوا للنار كامل لازم طيب مده ساعه ساعه ونص باش يجيكم هذا اللحم بنين سينو حيجيكم شغل طايب كي اللي جواز لو كان تزيدوا له النار. نروحوا فاصل قصير ونعاود هلا لهنا راني حنطلع لاكوكوت لانه قلت لكم عندها ديجا واحد ساعة وهي راهي طيب تنحوها حتى يروح لها تصفر باش تحلوها. جيسبر فهمتوني في الطياب درت غير كاس تاع ماء حطيت هذوك القطع تاع اللحم وغلقت عليهم
تشعلوا لها النار قويه حتى تصفر، تنقصوا لها النار كامل. شوفوا راني نطيب فيها على نار قليله وتخلوها طيب مده ساعه ولا ساعه ونص، كي يلحق الوقت هكاك 30 دقيقه ولا 40 دقيقه سا ديبون. دوك نتوما كل لحم طيبته ديجا به تعرفوه الى طيب ولا لا. لا كي يكون خروف صغير ولا راهو رايح يطيب لكم 50 دقيقه ساعه يكون طاب. كي يكون الخروف تاعكم خشين راهو رايح يطول، يقدر يشد لكم حتى لزوج سوايع طياب. لكن نتوما كل نص ساعه طلعوا عليه، لقيتوا هذاك المنشف زيدوا لها واحد الكويس زعما ولا نص كاس ما وخلوها طيب في غردها ساعه ونص زوج سوايع، تقدر تروح حتى زوج سوايع ونص ما يهمش، لانه اللحم تاع المردوم يطول في طياب باش يطيب هكاك بنين ويجي هكاك طري. بون هاد لاكوكوت ما نشحنش عليها لاني راني دايره دجاجه وحده، حبيت برك نوري لكم لي زيتات. هنا لا كروكوت راهي حبست الصفار، فوالا ما تخافوا منها ما والو، غير تنحل هاد الصفار تقدروا تحلوها. انا مقبل فيريفيت لا كويسون، قلت لكم ما بين نص ساعه ونص ساعه تروحوا تفيريفيو لا كويسون وتفيريفيو الماء لا نشف لكم، تزيدوا لها شويه تاع ماء. فوالا لهنايا هاوليك اللحم شوفو بعد ما يطيب، بون عنده ساعة وهو يطيب جو سيبا ولا طاب ولا لا لا، شوفو ما تخافوش عليه. تحلو الألمنيوم غير بالعقل، بالك وبرك من هذيك السخانة اللي تخرج لكم منه. شوفو ما تحرق لي ما والو، هاملك الما اللي درتو من قبيل ما راهو مازال وكاين. فوالا أنا راح نطلع اللحم على ما أظن يكون طاب، لأنه راهو عنده ساعة وبالك 10 دقايق ولا 4 ساعة وهو يطيب. لهنا كي تكونوا تحلوا روحوا معاه غير بالعقل، لانه هذيك الفوار يقدر يحرقكم، دونك روحوا معاه بالعقل. راني حنطل الى لقيتو مازال ما طابش نعاود نغلفو ونخليه يطيب. تقدروا بلا ما تحلو هكا بالموس تعرفوا لا اللحم تاعكم طاب ولا لا لا ولا لا لا. فوالا اللحم تاعي راهو طايب زبده، ومن بعد شويه نخليه يبرد ونحلو قدامكم. راني لهنا بون نجيب خير ونوري لكم باش تفهموني وتحسوا الطراوه اللي راهي في هذاك اللحم. فوالا نجيب لابان احسن ونوريكم. لهنا شد لي صافي ساعه ونص، قلت لكم خروف صغير هذايا. فوالا كي تحلو حلو بالعقل، لانه حتلقاو واحد لابتيت صوص هكايا ما ترموهاش تاع اللحم ديالكم. شوفوا واحد البنه واحد الريحه تخرج لكم، قول لي بكري نحط لك باش تقدر تحكم لو بلون. فوالا هاوليك اللحم شوفوا يطلق واحد الماء اون بتيت صوص خاطره وبنينه. بون لهنا راه سخون ما قدرتش نرفدو، شوفوه شوفوا يتقطع وحده طاب على نار قليله بلا ما بلا والو. شوفوا لهنا بلا فوكش راهو طايب زبده، شوفوا ميم لاكولور تاعو جات شهي حرقني. شوفوا شحال هاوليك طري زبده وطلق واحد لابتيت صوص، ومن بعد هذيك لاصوص نلمها ونحطها مع لي فخيت اللي راني راح نقدمهم. شوفوا بزاف رائع هذا اللحم، تبعوا برك الطريقه اللي قلت لكم عليها. ما تتقلقولوش ساعه ونص ولا سوايع يجوزوا، ديروه بكري مارينيوه الصباح ولا مارينيوه اليوم وغدوه ديروه يطيب، نقصوا له لاكوكوت ويخليه يطيب. يطيب زوج سوايع ثلاثه ما يهمنيش انا، المهم نسحق نتيجه مليحه. كاين اللي تقلق تقول لك انا نحب 5 دقائق 10 دقائق، كي تكوني ماشي مزروبه اللي ديري هاد الطبق، لانه كامل نحبوا هذوك الاطباق اللي ما نكونوش اللي تمتم هكا نغلقوا كوكوطا والبلا تاعنا طاب. لكن الا حبينا بنه وحبينا ريزولتا كيما عفسه اللي كليناها برا ولا، لازم نصبروا لهذاك الطبق. سمحوا لي فقط نعاود نغلق على اللحم تاعي لان الريحه تاعو شهتني. ريحه الثوم هذوك اللي حطيناهم البراج من الفوق مع هذيك الزبده مدت مذاق رائع. نعاود نغلق عليه، قلت لكم دالي ساعه ونص هكا دي مقصو تاع خروف. نتوما قلت لكم يقدر يدي لكم حتى لجوج سوايع، جوج سوايع ونص اذا كان اللحم تاعكم ماشي. فوالا غلقت عليها برك باش يقعد لي سخون، خلاص راهي طايبه نطفي لها النار. حنا لهنا الوصفات تاع عيد الاضحى كنا واحد الوقت نعرفوا شطيت حاجات ولا طعم بالمرقه ولا دوكا يخرجوا وصفات، كاين طعم تاع القله، كاين احلي اسمها فخاره تاع اللحم، نشي نديرها لكم غدوه ولا غير غدوه ان شاء الله. كاين بزاف وصفات باللحم
لبنان يشدوا شويه الوقت، بصح شغل هما يديروهم غير في لي ريستو لانهم يسحقوا الفحم والجمر والنار ايتو، لكن نلقاو لهم حنا المراه الجزائريه دائما تلقى استيس باش دير لك هذيك الوصفه وتاكلها في الدار باقل الاسعار. هذه هي نروحوا للوصفه تاع الرز اللي تنطيب لي البطاطا ديالي. هذا الرز اليوم خيرته بالزبيب، يجي شغل شويه حلو بالزبيب والبصل الكاراميليزي، وفيه لهنا حبيبات تاع الكاجو، تحبوا تستغناو على الكاجو تستغناو عليه. حبيتو شغل سالي سكري، علاش؟ لانه كي ناكلوا اللحم حجينا شويه هذيك القهمه، مليح تكون عفسه حلوه تنحي لكم هذيك القهمه تاع ليدام تاع اللحم. واش ندير؟ نجيب ناخذ اتصال ونكملوا الوصفه تاع الرز ديالنا. الو الو يا الو، راح اتصال ولا الو الو دامج انقطع الاتصال. قولوا لنا شكون عبالكم شكون، ونوجهوا لهم تحيه. نعم هلا نروحوا للرز تاعنا. قلت لكم خيرت نديرو شغل تاع لي سكري، فيه شويه زبيب، فيه البصل المكرمل، فيه شويه كاجو باش نحي لكم القهمه تاع ليدام تاع اللحم. كي ديروا عفسه باللحم ولا هكا مشوي ولا محمر، دائما سيو ترافقوه بالسفره ولا هكا بعفسه فيها الزبيب ولا، باش ينحي لكم على قلبكم. واش ندير؟ ندير شويه تاع زيت، عندي كميه لهنا تاع رز، ندير شويه تاع الزيت. بون هكا قد كملت بها هنا البطاطا، عسوها ما لازمش تتحركم، غير يدخلها شويه الطياب تنقصوا تنحوها عفوا وتكملوا تصوتيوها. هنا درت شويه تاع الزيت، عندي كميه تاع الرز فوالا، درت كيلو رز، تحبوا بالكاس تحبوا بالبول، كيلو باش تحبوا اختو. اتصال اخر. الو 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 مساء النور. مساء الخير، واش راكي؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. نعم شروق تي في. شروق تي في وي. اختي بلا غير نسقسيك، انا في رمضان الفات. نعم انا في رمضان كي حيت ربحت معاكم. اها اي بصح ما عرفتش كيفاش كنا غدا تمشي غير الواحه ولا تسمى تايفونك. عاودي طرحي لي سؤال، مانيش نسمع فيك ملاح. ربحتي في رمضان وما عرفتيش مين تريكيبيري الكادو تاعك ولا وين ولا كيفاه، ما فهمتش. جوستومون روحي المقر تاع الشروق، ماشي هنايا في الو شاف، وتما تريكيبيري الكادو تاعك بيان سور. لاكارت لازم لاكارت يكون ميم نو تاع اللي ربحوا هذاك لو جور. فوالا بصح وين جاي المقر تاع الشروق اختي؟ المقر تاع الشروق جاي في جولي فيو. اوكي حنا جولي فيو المنظر جميل ياك القبه. اوكي حنا انت صحي هكا المنظر جميل القبه، ما المقر تاع الشروق ام كامل يعرفه. يا اوكي حنا في تاي يعيشك. شكرا تعيشي بسلامه يعطيك الصحه. حسيتها ربحت الباك، عيطت ربحت الفرحه. بعت شي طاقه ايجابيه للناس اللي تسنى في لي غزي تاع الباك، انا وحده منهم. عندي ما كوزين بومخيلة رانيا جوزت الباك، ان شاء الله تكون من الناجحين. قلت لكم ولا ما كنتوش من الناجحين سي با لا فان دو موند. فوالا عندي لهنا شويه زيت، قلت لكم درت الرز راني حنحمصو، حبيت نمدلوها هكا لون خفيف. لهنايا راني نشوف في البطاطا مازالت مخصوصه شويه طياب، نزيد لها واحد الخمس دقائق ولا ونصوتيها. الرز لهنا يدي تحميره خفيفه، شفتو كيما نحمصو تلي تلي، راني حباتو هكاك لانه مع الزبيب والكاجو حيجي بزاف اللون تاعو شباب. حنمدلو شغل لاكولوغ تاع تحميره هكا شغل لو غي بغان هذاك الرز الاسمر ولا الاشقر ولا الاسمر. فوالا يدي هكا هذيك التحميره ونكمل نطيبو. لهنا واش حندير له؟ حندير له الرند والزعتره فلفل الكحل والملح والزبيب. الزبيب لهنا نجيب نشمخو
فوالا. لهنا اللي حبي نكهو بالهيل ينكهو بالهيل. فوالا نجيب لهنا نشمخ الزبيب ديالي دو بريفيرونس الزبيب تشمخوه من قبل باش يطرى. لهنا الروز ماشي شرط تحمصوه، انا حبيت برك نحمصوه باش يمد لي هذيك لاكولور ويمد البنه. فوالا راني نحمص فيه شويه روز زعتره والرند. حبيتو ديروا الهيل قلت لكم تقدروا ديروا الهيل. لهنا ندير شويه ماء سخن باش نمخ الزبيب ديالي. البطاطا صوتي فيها هاد لي زيبيس، دوك نقول لهم لكم وشنو. وتجي حاره هاد البطاطا صوتي. لهنا الرز فيه غير ملح وفلفل كحل فقط. فوالا ندير لهنا الماء يسخن ونشمخ الزبيب تاعي. كي تكونوا حاطين الرز حاولوا تشمخوا الزبيب من قبل. شوفوا لهنا الروز تاعي وبدا يتحمص كيما شغل تحبسوا طمينه ولا تحمصوا تليتلي غير باش يعطيني هذيك لاكولور ويمد البنه. كذب عليكم كي يتحمص يجي بنين. فوالا نستناه برك يتحمص لي هكا شويه ندير لي زيبيس ندير هذاك الزبيب نمرقو ونقتلو النار ونخليه يطيب. درت كيلا روز ندير زوج كيلات معاهم تاع الماء. ويقولوا لي كاين اتصال ناخذوا اتصال. الو 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 مساء النور شيف ناديه. وي شيف ناديه واش راكي لاباس؟ لاباس كيف مليحه الحمد لله. وانت يا بخير؟ الحمد لله يا ربي. شكون معايا ومن اين؟ عايز باش نشكرك على الوصفه اللي تقومي بها. بلا جميل يا حبيبتي، هذا الواجب ديالي. الله يعيشك يطول عمرك. يسلمك شكرا. ما قلتيليش شكون ومن اين؟ انا ام نور من حمادي. أم نور من حمادي، مرحبا بك. إيه. وش راهي نور؟ صافا؟ الحمد لله. الحمد لله، شحال في عمرها؟ نور. إيه. 7 سنين. ربي يحفظها إن شاء الله. يجعلها من الذرية الصالحة يا رب. إن شاء الله تعيش لا يعيشك. يسلمك شكرا. قولي لك شنو إن شاء الله نسمعوا بعض خير على صحة الباك. إن شاء الله يا ربي، رانا بلا بول دونغواس اليوم. انقطع الاتصال. ربي يفرحك بنور ان شاء الله كما تمنيتي الفرحه لاصحاب الباك. لهنا الروز تاعي تحمص، درت ملح درت فلفل كحل، حنزيد له زعتره ورند، وانا حنزيد هذيك الحبه تاع البصل كاراميليز. هاد الحبه تاع البصل واش درت؟ قطعت حبه بصل جوانح كما تاع تكتوكه ودرتها تقلات في زيت غازره ماشي قطره تاع زيت، لانه البصل يتحرق وما يتكرمل لكمش. شوفوا لهنا راهو مكرمل بلا ما تحرق لي. واش درت له؟ درت له زيت غازره ماشي زيت قليله، لانه زيت قليله تتحرق الحبه تاع البصل. كيما تاع الفخيت ديروها وتخلوها طيب حتى تشوفوها شغل راح لها كامل هذاك الروح وتكرملت هكا. نصفوها ونزيدوها لهذاك الرز ديالنا. نحاول نحلها باش تروح لي كامل في هذاك الرز. الرز لهنا ويتحمص لي غير يتحمص هكا حبيبات، ماشي كامل لازم الرز يتحمص باش يجيني شغل الموشتي في اللون. لهنايا نجيب الماء ونشمخ الرز ديالي. الكاجو هذاك نديرو مع الاخر، لانه الكاجو لو كان نديرو دوكا راهو رايح شغل يتندالي. فوالا نجيب هنا هبطه هادي حنكيل بها للرز. الزبيب نخليه هنايا نشمخو بشويه ماء. فوالا واحد 5 دقائق برك ون نديرو يكمل يطيب مع الرز. فوالا قلت لكم درت كيلا رز ندير لها زوج تاع ماء. لهنا الكونتاكت تاع الزيت مع الماء راهو رايح يدير هكا. الرز هذايا كي ديروا له الماء يطيب على نار قليله. فوالا غير يغلي الماء هكايا نطيبو على نار قليله. نزيد الماء كيلا دوزيام كيلا رز بزوج ماء. شوفوا لهنا تاع المطريج غير صغورة والماء سخون يطيب وحده الرز بلا ما شعلت له النار.
الكيلة الدوزيام كون زيدوا له النار راهو رايح يشرب الماء بلا ما يطيب لكم هذاك الرز. دونك واش ديروا؟ تزيدوا له غير يغلي هذا الماء، تنقصوا له النار وديروه يطيب. شوفوا اللون تاع المارق كيحمص الرز، راهو رايح شغل البران شويه، يجي بزاف بنين ويجي حلو هذا الرز. تحبوا ما ديروش تقدروا هذا اللحم ترافقوه بلا بيوري بلي فخيت، انا نمد لكم لي زيدي اللي ترافقوا معاهم اللحم. دوكا جاتني ايدي تاع السؤال، من قبل ما يقولوا لي السؤال سؤال انا نسيت بلي كان كامل سؤال. الرز تاعنا شحال من كيلة تاع ماء الكيلة تاع رز باش الرز تاعنا يطيب ويجي شباب ويجي مزربح؟ هذه دائما نقولها لكم، اليوم نعرفوكم لمتتبعين اوفياء ولا لا. شحال لازمنا من ماء الكيلة رز؟ الكيلة رز راني حنجاوب مع السؤال. هلا الزبيب هذاك بعد ما شمختو شويه نصفيه ونديرو يكمل يطيب مع الرز ديالنا. اللي ما يحبش الزبيب يقدر يستغنى عليه غير هكاك بالبصل، اللي يخلي هذاك الرز يطيب هكاك. يقدر يزيد له جزر، يقدر يزيد له جلبانه، تقدر تزيدوا له القرعه، لكن انا قلت لكم مادام اللحم يقهم دائما ديروا عفسه معاه حلوه باش نحي لكم هذاك اللي دام ديالو. فوالا الرز مع الزبيب. كنت درت الرز حمصته شويه في الزيت، درت له ملح فلفل كحل زعتره والرند، بعد درت له حبه بصل كنت قليتها في زيت حتى ولات كاراميليزي، زدتها كحفنه تاع الزبيب. بعد ما يغلي الماء ملح فلفل كحل نقص له ونخليه يطيب. كي نشف الماء تلقاو حبه تاع الرز تاعكم طابوا. هلا نروحوا لهذيك البطاطا صوتي، بطاطا صوتي لهنا تحقوا مقله كبيره، كي نقسموها على زوج باش ما تحرحبش. نديري في دائما لاكويسون تاع البطاطا، شوفوا نسحقها طايبه بصح نسحق الشكل تاعها هكا ماشي محرحره. فوالا نجيب الموس ونديري في البطاطا تاعي ولا طابت ولا لا. شوفوا الرز لهنا بعد ما غلى الماء نقصلو نغلق عليه ونخليه يطيب. ما يشدش الوقت في الطياب هاديه. شوفوا لهنا البطاطا او دخلها طياب خلاص ماشي طايبه بصح ماشي هذيك المحرحره. ها هي شوفوا الموس يدخل فاسيلمون. هنا واش ندير؟ نروح نجري نصفيها ونشللها بماء بارد. كي نشللها بماء بارد ماهيش حتكمل طيب، لانه كان تدخلوها في السخانه تاعها راهي رايحه تكمل طيب. ما تجود صوتيوها تلقاوها محرحره. اللي ما يسحقهاش في هذيك دقيقه يغليها يشللها ويحطها كي يكون حيقدمها لتما اللي يصفيها. نعيمة من فضلك كسكاس ولا راكو تسمعوا فيا. فوالا نصفيها من هاد الماء دابا ومن بعد نشللها في كسكاس. فوالا شوفوا تصفيوها مليح بعد تحلوا عليها الماء بارد باش تحبس لا كويسون. كون تكملوها هكا بهاد السخانه راهي رايحه تكمل الطيب هكا. تنحوا ديك الزعتره والرز تمد لكم ريحه بزاف بنينه للبطاطا ديالكم. هلا جيبوا لهنا مقله تحقوا شويه زيت شويه الزيبيس باش شوفوا حليت عليها العين نصفيها ونخليها تبرد. تحقوها تكونسوميوها دوكا صوتيوها، تحقوها مثلا العشاء ولا خلوها حتى يقرب العشاء باش تصوتيوها باش تقعد لكم هكا كسخونه، لانه دوكا كي نغسلوها بماء بارد راهي رايحه تبرد لوجيك. انا علاش خصناها ماء بارد؟ باش ما تحرحلهاش. هاد البطاطا صوتي غوسات اسبانيه حاره تجيب لها ريسه تجيب بزاف بنينه. ترافقوها مع اللحوم ولا مع دجاج محمر ولا كم تقدروا ديروها كطبق وحده. هلا المخرج الرائع اللي راه معنا اليوم امير بودومي راه يقول لي على السؤال. كنت السؤال طرحته عندي زوج دقائق ولا ثلاثه لكن نعاودو نزيدو نطرحوه للمشاهدين الرائعين ديالنا.
سؤال يقول شحال لازمنا من كيله تاع ما كي تكون عندنا كيله تاع الرز باش الرز تاعنا يطيب لنا سوا سوا، ما معجن ما ماشي طيب. شكرا ايها المخرج الرائع. راني اليوم مع واحد اللي كيف بزاف عاقلين تاعهم غير ابتسامات، غير نخزر فيهم قام تسمين زيد نبتسم لهم. ربي يحفظهم ان شاء الله، راهي واحد سخانه راهم على قدم وساق كما يقولوا، ربي يحفظهم ان شاء الله. رضوان شيفا اسمها شحال شباب، شيفا شفاء دواء للقلب، ربي يحفظك شفاء ان شاء الله. نعيمه، امير بودومي، ايمان في الصوت، ورضوان مسؤول البلاطو ديالنا في التجميل، صبيحه يعطيهم الصحه كامل. لهنا بعد ما صفيت البطاطا ديالي واش ندير؟ نسحب كميه تاع زيت، ماشي كميه قليله وماشي بزاف كوم دي فريت، لانها البطاطا راهي ديجا طايبه. كي تكون عندكم كميه قليله صوتيوها بشويه ما تصوتيوش تصوتيوهاش على مره. واش عندي لهنايا؟ عندي زوج سنينات تاع الثوم، نجيبهم هنايا ونجيب المقله باش نعطيهم لكم على مره. عندي هذيك البطاطا اللي غليتها، عندي زوج سنينات تاع الثوم، كميه تاع الزيت، عندي اعشاب عطريه، المعدنوس هذا الكوزين، كركم، شويه تاع الكمون. لهنايا عندي الهريسه لانه قلت لكم هذه البطاطا تجي حاره، تحبوا تستغناو عليها تستغناو عليها. فلفل الكحل، ثوم بودره، وفلفل عكري فوالا، والملح بيان سور، نزيد رشه خفيفه لانه طيبتها ديجا بالملح. لهنا حنخدم هذيك لا ماريناد اللي حنديرها فوق البطاطا. واش فيها؟ درت الزيت، زوج سنينات تاع الثوم، ثوم بودره فوالا، الهريسه سا ديبون تحبوا بزاف تحبوا شويه. انا لهنا شوفوا شحال حندير، ما عباليش كيفاش نتوما تحبوا الحاجه حاره ولا لا لا. الا ما تحبوهاش كامل حاره تقدروا تستغناو على الهريسه. ثوم بودره، اعشاب عطريه، لهنا عندي زعتره والزعتر ايتو يتباعوها هكاك واجدين، ما عندكمش تقدروا ديروا غير زعتره والزعتر. لهنا كميه قليله تاع الملح باش ما تجينيش برك سانطا لا ماريناد لانه البطاطا راهي مالحه. شويه فلفل الكحل، هاد البطاطا بزاف بنينه، وصفه بسيطه، شويه عكري ما نكتوش باش ما يجيناش مر العكري، رشه خفيفه تاع كمون. راكو تعرفوا الكمون شحال يجي بنين في البطاطا. شغل حنديروا لها ترميله خفيفه، حندير شويه كركم باش يعطيني هذاك اللون رايح ما بين الاصفر والاحمر فقط. هي ما فيهاش عفوا لي زيبيس كيتخلطوا هكا عليا. قلت لكم هذه الوصفه ما فيهاش بزاف مقادير وبزاف بنينه وتوالم، راه وقتها في الصيف لهنايا. راني نشوف بلي خصوني شويه اعشاب، نقدر نزيد شويه اعشاب على حسب البطاطا لي زيتيت هاكو رايحين ديرو. واش ندير لهنايا؟ نجيب كميه تاع بطاطا، قلت لكم ما نصوتيهاش على فوا، نقسمها اون دو باش ما تحرحرليش. ندير لهنا شويه لا ماريناد، فوالا نحاول لي زيبيس توم نديرهم الكامل الحبات تاع البطاطا ديالي فوالا. ونجيب هنا كميه دوزيام ونصوتيها فوق الفرن. لهنا كي نصوتيها نحاول نقعد نحرك ابان، دوك نوري لكم كيفاش نحركها. من هالبطاطا هذه البطاطا صح راهي طايبه لكن مخصوصه شويه، نقدر نزيد نخليها تزيد شويه. واش ندير؟ نصوتيها غير بالعقل ونقص لها النار، نخليها تشرب هذوك لي زيبيس ونخليها تزيد تكمل الطياب ديالها، لكن راهي طايبه ماشي حتى تتحرحر لي. لهنا الروز تاعي على ما اظن راهو طاب، شوفوا لهنا الروز كيفاش مزربع، ما يتحرحر ما يصرالو والو. زوج كيلات تاع ما بكيله تاع الروز، هذه هما المقادير المعايير كما يقولوا اللي لازم تاخذوهم في الروز. هاوليك طاب مزربع معسل، الله الله. واش ندير لهنايا؟ الروز تاعي مازال مش مخشويه، نقدر نخليه يزيد يطيب لكن انا ما نخليه. شوفوا راهي طايبه الحبه عندي، نغلق عليه ونخليه غير في هذاك البخار يكمل يتشرب هذيك المرقه، ما نجي نسربه ولا راني حنلقاه طاب. نروح للبطاطا صوتي ديالي، نحي لا كوكوت من علي انا راح ديرونجي رضوان باش ياخذ لكم كامل لي بلون. فوالا نطوي شويه هذا البلون ديالي ونروح للبطاطا صوتي. شوفوا كيفاش نقلبها، نروح معاها غير بالعقل من تحت للفوق من تحت للفوق، ماشي نروح معاها هكا راني حنحرحرها.
لكن انا طيبتها غير بالعقل، شغل ما خفتش عليها، عسيتها غير طابت نحيت لها نحيتها من الماء، دونك مانيش حنخافها تتحرحر لي، بصح هذا ما يمنعش اني نرفدها نقلبها من تحت للفوق. فوالا كي نحسها تشربت كامل هاد لا ماريناد وهاد لي زيبيس، لهنا البطاطا تبدا تريح لكم هذوك لي زيبيس مع الثوم راهي رايحه تجي بزاف بنينه. وين كون تقدروا ديروا غير هكا وتخلوا هذيك البطاطا تشرب لكم لا ماريناد. كي تدخل هاد لا ماريناد كامل هنايا في هاد البطاطا، تنقصوا لها النار وتخلوها تشربها غير بالعقل حتى تعاود تزيد تشرب مليح هاد لا ماريناد، والبطاطا كي اللي تزيد يدخلها طياب. هي الوصفه الاصليه تندار بطاطا خضراء يديروا شويه الزيت لي زيبيس ويخلوها على نار قليله 40 دقيقه طيب. حنا ما عندناش الخاطر وما نحبوش خضره ماشي طايبه، نحبوا بطاطا كما تتحرحرش ما ناكلوهاش. الوغ انا واش خيرت نطيبها شويه في الماء ومن بعد باش نقليها في هذيك لا ماريناد. شوفوا نقلبها غير هكا ما تتحرحر لي ما والو. اللي يحبها حاره يكثر الهريسه، لانه السر في هذه الوصفه راهو الهريسه مع هذوك الاعشاب العضريه. شوفوا لي كولور مع الطرف تاع اللحم وانتم ما درتو عشاء ولا فطور، يحمر الوجه كما يقولوا. الوغ نزيد نروح لهذه البطاطا الثانيه. علاش ما حبيتش نديرها بزوج مقالي؟ باش ما تحرحرليش والوجه تاع البطاطا تاعي يقعد شباب. الوغ الرز اللي هنا راهو واجد. نكمل صوتي هاد البطاطا ديالي. فوالا كي نحسها تشربت مليح هادوك لي زيبيس ودخلتها لا ماريناد، واش ندير؟ ندير ملعقه تاع خل ابيض، ما نكثرش بزاف حتى تجيني هكا حموضه مع حروريه، يجي بزاف بنين. فوالا شوفوا ملعقه قليله فقط على حسب كميه البطاطا اللي عندكم، ما ديروهش مع الاولى راهو حيطير لكم بعد ما تتشربوا هذوك لي زيبيس والزيت هذاك، باش تروحوا ديروا هذيك الملعقه تاع الخل، خل ابيض ولا عصره تاع قارص، انا جو بريفير خل ابيض. نخليها تشرب هنايا، هذاك الخل حيعاون لها تجيكم معسله وتجي بنينه. فوالا شوفوا كي نحسها شربت نجي نقلبها من جهه اخرى مده 10 دقائق، ماشي غير تشرب هكايا نحيها، تخلوها واحد 10 دقائق وشنو تغطوها باش هذاك البخار يقعد فيها تزيد تكمل طيب لنا هذيك البطاطا. فوالا فوالا شوفوا لهنا الروز تاعنا راهو طايب، البطاطا تاعنا راهي تسوطها، تغطيوها كيما راهي غطيوها، كاين دي غوسات شغل لازم تغطيوهم باش الوصفه تجي بنينه. اللحم تاعنا كنتو شفتوه بعينيكم كيفاش طاب قدامكم. نروحو فاصل ونتلاقاو في طاوله التقديم. حبيت تجي طاوله التقديم. اليوم في هاد الاطباق مانيش نزخ عليكم، لكن تحسوا واحد الروائح واحد النكهات، اون بليس اللحم طايب لا ما لا اضافات لا حتى حاجه، شويه لي زيبيس طايب في غردو طايب هكا شغل لا كوكوت، البنه كامل تقعد لداخل فيها. هاد الوصفه تاع اللحم اللي راهي مخبيه شويه اللحم في كونجيلاتور، ننصحها تجرب هاد الوصفه. شوفوا ديك الطراوه، شوفوا كيما يقولوا يتنصل وحده. فوالا شوفوا طري زبده طاب هكاك واحد ساعه ونص ولا، شهيكم بالجنه ان شاء الله. هذيك المرقه اللي تحصلوا عليها تعاودوا ترجعوها، شوفوا هو يتقدم هكا في البابي كويسون، تروحوا لي غيسو تلقاه يعطيه لكم هكا في بابي. هذاك الثوم هذاك المرق اللي كان من الفوق خلوه هكاك لانه طاب، ويزيد له بنه. شوفوا المرق اللي راهو فيه لهنا عاود رجعتوا له لهنا، تقدروا تغمسوا هكا مع خبز الله الله، ولا تقدموه مع هذوك لي فخيت. هاد لي فخيت سوتي بطاطا سوتي ولا بزاف بنينه ما فيهاش بزاف الزيت وحاره، حتجيكم الذوق تاعها رائع. الروز انا الكوت فود تاعي هو الروز، لانه مزيج ما بين زبيب وروز ملح رمز زعيط، راه فيه واحد النكهات بزاف بنان. كنت زينتو هكا شويه بالكاجو، تقدروا تستغناو على الكاجو من الفوق كم تقدروا تزينوا به من الفوق. يعطيكم الصحه ان شاء الله تجربوا هاد الاطباق. نشكر كامل هاد ليكيب اليوم اللي راهي عيات معايا، يعطيهم الصحه ان شاء الله. يا ربي نسمعوا غير خبر الخير، يا ربي نجح ماكوزين رانيا، نسمع كامل زغاريد في ديور الجزائريين ان شاء الله. يعطيكم الصحه ليكيب، غدوه ان شاء الله جربوا هاد الوصفات، نتلاقاو غدوه ان شاء الله وصفات جديده واطباق جديده معايا انا بيان سور.